دونك بالنسبه لاصوات الشباب، اول اشكاليه غنطرحوها هي الاولى دابا، وهو اصوات الشباب. واش غادي نبداو الاكسبوزي ديالنا باللغه الفرنسيه او باللغه العربيه؟ كنظن على ان هذه الاشكاليه الاصليه ديال المشروع في حد ذاته، كيفاش ان الشباب ديالنا يقدروا يوصلوا ويعطينا واحد التعبير والاراء ديالهم بواحد اللغه اللي تكون مسموعه وسهله بالنسبه للجميع. كنظن ما كاينش ما احسن من الدارجه ديالنا المغربيه. الهدف الاساسي من مشروع اصوات الشباب هو ان الشباب ديالنا يوصلوا ويقدروا يعبروا عن الاراء ديالهم في الدارجه المغربيه الامازيغيه بالتالي في كاع جميع اللهجات ديالنا. دونك بالنسبه لمشروع اصوات الشباب، دونك بالنسبه للاشكاليات اللي كتطرح امام استعمال ديالنا الانترنت في المغرب، دونك كاين اول حاجه على ان اغلبيه ديال المضامين اللي كنستهلكوها في المغرب فهي مضامين منتجه في دول خارج عن المغرب، دول اوروبيه او دول امريكا الشماليه. دونك اغلب المضامين اللي كنستهلكو بالنسبه لنا كدوله اللي كتبع النظام الفرنسي، دونك كنستعملوا جميع المضامين اللي هي غالبا باللغه الفرنسيه. دونك ما كاينش واحد المنتوج مغربي اللي كيعبروا فيه المغاربه على الاقتراحات ديالهم والمشاكل ديالهم والانشغالات ديالهم. الاشكاليه الثانيه وهي غياب الشباب بالنسبه الانتماء ديالهم الى جمعيات، مما كيمنعهم من انهم ينتجوا لنا واحد المنتوج مغربي. يمكن غير واحد التقطيع، ما كاينش واحد التقطيع ديال الشباب المغربي في اطار جمعيات، في اطار الدور ديال المجتمع المدني باش يعطينا واحد المضمون مغربي 100%. غياب واحد القاعده اساسيه ديال لي جون اللي ما مكونينش وما مأطرينش، وبالتالي كيخلي على ان الشباب ديالنا كيوصلوا فقط الى الاستهلاك. غالبا كيمشيو اما الاستهلاك عن طريق الانترنت وكيتعاونوا بيناتهم ولا كيدوزوا يعني الحوارات بيناتهم غير فاش فينا هما لي سيت ويب اللي كنقدروا يستهلكوهم بسرعه جدا. وفي الاخير ما كاينش واحد المراكز ديال التكوين، ما كاينش واحد المراكز ديال اللقاءات، غياب التقطير كما قلنا من قبل. دونك هادو كلهم اللي كينتجوا عليهم على ان الشباب المغربي كيبقى عرضه للاستهلاك الخارجي للمضمون ديال الانترنت. دونك في هذا الاطار هذا كاين بعض المميزات اللي عند الشباب المغربي ولكن ما كيستغلهاش. اول مميز هو ان الشباب المغربي من بين المستهلكين ديال الانترنت في المغرب كنوجدوا على ان واحد 90% 98% كاين ديال الشباب هما اللي كيستغلوا، نظرا لان الثوره المعلوماتيه جات في السنوات الاخيره. دونك اول واحد كيكون استهلك هو الشباب، لان هما اللي ولاو عندهم القدره على انهم القدره باش انهم يدخلوا في السيروره ديال الاستعمال وديال استهلاك الانترنت. دونك 98% حتى 90% من المستهلكين الانترنت هم من الشباب. حاجه اخرى اللي نقدروا نزيدوا وهو كاين ما يسمى بالتعبير عن الراي في الانترنت. واحد اللي عرفنا دابا هذه واحد 10 سنوات كاع الاساليب ديال التعبير عن الراي كتكون عن طريق التكس للكتابه، ما كاينش واحد التعبير عن الراي عن طريق الوسائل السمعيه البصريه. دونك غياب وسائل السمعيه البصريه عن في التعبير عن اراء الشباب، وبذلك فالبودكاست او الوسائل السمعيه البصريه المنتشره عبر الانترنت كتشكل وكتكون واحد الوسيله للتواصل اللي هي ناجعه سهله ورخيصه، يعني ما كتطلبش واحد القيمه ماديه اللي هي كبيره. دونك نرجعوا للمشروع ديالنا في هذا الاطار هذا، فاش كيجي ولا في هذا السياق كيجي المشروع ديالنا اللي سميتو اصوات الشباب. دونك كيف يمكن للشباب المغربي ان يستفيد من الوسائل المعلوماتيه الجديده باش يعبر على واحد ولا يخلق واحد وسيله اعلام مجتمعيه او محليه في
على الصعيد يعني على الصعيد المحلي ديالنا، على الصعيد ممكن ناخذ كمثال على صعيد مدينة سلا. دونك كيفاش الشباب ديالنا يقدر يعبر على الآراء ديالو في إطار واحد، ناخذ كمثال إذاعة محلية. دونك خرج واحد الإذاعة محلية عن طريق الإنترنت في إطار المشروع. دونك الشباب غادي يستافدوا من واحد فورماسيون تكوين، وفي نفس الوقت غيكون واحد التقطير ديالهم وإنتاج على أنهم وصلوا على أنهم ينتجوا هذيك الإذاعة المحلية، وصلوا المضمون ديال الإذاعة المحلية. وفي الأخير غيكون واحد المراقبة، يعني واحد إيفاليسيون، غندير واحد المراقبة اللي هي اللي غتخلينا على أننا نطرقوا للمضامين اللي تكون مستهلكة، ماشي أي مضمون غادي نقدروا نتجو على أنه غادي يكون عنده واحد اللقية. دونك كما خصنا نتجو واحد المضامين اللي يكون كاع الناس يقدروا يستغلوه. نرجع لنا بعد المشروع، وهو كونتريبي او ديفلوبمون دي ميديا كوميونيتير بار لا موبيليزاسيون لا فورماسيون دي اسوسياسيون دو لا جونيس. دونك اول يعني الهدف الاساسي ديالنا وهو تكوين شباب الجمعيات، تقطير الشباب ديال الجمعيات، باش يخلقوا واحد وسيله اعلام محليه ومجتمعيه يعبروا فيها على الاراء ديالهم. الهدف الاول الجمال يعني الاصلي كاين واحد كيطرق واحد ثلاثة الاهداف. الهدف الاول هو خلق واحد القاعده ديال الاذاعه المجتمعيه كتكون عن طريق لي جون، تشجيع ونشجعوا انتاج مغربي محلي مناسب للاستهلاك، ونرفعوا من دينام من عاونوني في اللغه العربيه من التاثير الاجتماعي ديال الكاك بعلاقه مع انتاج البودكاست. دونك بالنسبه للبرنامج ديال العمل ديالنا في المشروع، دونك عندنا واحد الكيستيونير وبيع السونداج اللي غنديروه مع الشباب مدينه سلا باش نشوفوا شنو هما المعلومات اللي كيقدروا يفيدونا بها الشباب، وشنو خصنا نديروا مستقبليا. دونك غادي نستعملوا هذا الكيستيون هذا باش نشوفوا الا كاين شي حاجه نقدروا نبدلوها في المشروع ديالنا. نقدروا حنا غادي نجي عندنا واحد البرنامج ديال العمل، ومني غندو نخدموا مع الشباب نقدروا داك البرنامج العمل ديالنا حنا غير مناسب مع شنو باغي الشباب في حد ذاته هنا في مدينه سلا. دونك هذا الكيستيون هذا باش كنشوفوا اشنو نقدروا نبدلوا معنا وحنا غادي نخدموا في المشروع. عندنا تنظيم بعد طاولة مستديرة، دونك هذه أول طاولة مستديرة، وعندنا جوج طاولات مستديرة، وحدة على الأهمية وبيان الدور ديال وسائل الإعلام المجتمعية، وطاولة مستديرة أخرى حول تكنولوجيا الأوبن سورس أو الوسائل المفتوحة. في نفس الإطار غادي نعطيو تكوين لفائدة 40 شاب، 20 مدينة سلا حتى 25 مدينة سلا، وعندنا في نفس الإطار نخدمو على تأسيس في هذا الشهر هذا واحد السونتر بحال هذا المركز الأول الاجتماعي بمدينة تمارة، وغنديرو معاه تقريبا نفس المراحل ديال المشروع اللي غنديروه إن شاء الله هنايا مع الشباب في مدينة تمارة، حتى هو غنكونو فيه حوالي 20 حتى 25 شاب. وفي الأخير عندنا خلق واحد المركز أو بيان واحد المركز ديال مركز للتأطير والتكوين خاص بالبودكاست. دونك بالنسبة للأنشطة اللي كتكون في السونتر هنايا كاين مجموعة من الأنشطة، دونك غنزيد على واحد النشاط إضافي آخر وهو تكوين البودكاست. دونك أي شخص في مدينة سلا يحتاج شي تكوين بودكاست أو إنتاج بودكاست كيقدر يجي للمركز، وعندنا السيد اللي كيكون هنايا دونك غادي يعطيه واحد التكوين واحد الخبرة ويساعده في إنتاج البودكاست. وفي الأخير دونك عندنا واحد النشاط ديال التنشيط صيفي في شاطئ مدينة سلا اللي غادي نحاول نتعاملوا فيه مع الشباب ديال مدينة سلا كيفاش ينتجوا البودكاست يعني في الشاطئ. دونك من في الشاطئ من الشباب إلى الشباب، ولكن في الشاطئ دونك واحد دو جوغ ولا تخوا جوغ مع الشباب
كيف نعطيهم نشوفوا الاهميه ديالهم، شنو الاراء ديالهم، شنو الانشغالات ديالهم اليوميه من بعد نهايه الموسم الدراسي ومن بعد نهايه العمل. دونك رجعنا للستاندار. دونك بالنسبه للكيستيونير اللي غادي نديرو، دونك هو بالنسبه لينا حنا كما قلت واحد الميكانيزم امبورطون هو ايدونتيفي لي بوزوان ريشيرش دي جون. دونك نعرفوا شنو الحاجيات اللي غادي يبغيوها الشباب باش نقدروا نمشيو معاهم في المشروع. في نفس الوقت هو وسيله لتحديد اختيارات ديالنا حنا للشباب، الشباب اللي يشاركونا في الفورماسيون. دونك ماشي اي واحد يقدر يدير الفورماسيون في البودكاست. دونك كاين واحد لي كريتير، كاين واحد ديال لو شوا باش نختاروا الشباب. مواصفات، شكرا. وفي نفس الوقت دونك هو اللي غيحدد لينا الكيستيونير، هو اللي غيحدد لي كريتير، هو اللي غيحدد لينا الجروب ديالنا اللي نخدموا به. دونك الجروب باش داك المجموعه ديال الشباب اللي نخدموا معاها عن طريق داك الكيستيونير هو اللي غادي نحددوا به المشروع. دونك رجعوا كاينا قلنا اكتيفيتي ديال السونداج، من بعد السونداج عندنا بروجي كامل كيتركز على ما هو البودكاست. دونك تعريف البودكاست، كيفيه انتاج البودكاست. دونك هذا كله فورماسيون تقريبا. دونك هنا كتجلى في الفورماسيون اللي غنديرو ان شاء الله مع الشباب. دونك عندنا فورماسيون مع لي جون الشباب ولا الاعضاء، واش الاعضاء ديال الجمعيات اللي هما شبان ليدر. باش ما نخلق باش ما نفرقوش بيناتهم، الا خصك تكون شاب عاد تشارك معنا ماشي هذا، سواء انك شاب تشارك معنا او سواء انك عضو في جمعيه هذا احسن وافضل. في نفس الوقت غنخلقوا واحد الاسباس اونلي دونك عبر الانترنت ديال تبادل الرؤيه، تبادل المعرفه بين الشباب في اطار بودكاست. غنفتحوا بالنسبه للسونتر هنا في الكاك، السونتر ديال المركز الاجتماعي ديال نسلا، ساعات خلال ساعات العمل. الا كانوا الناس اللي عندهم على حساب الطلبات والحاجيات ديال السكان هنايا ديال الشباب هنايا، الا عاد كيشوفوا واحد الوقت اللي هما بغيو يديروا فيه شي فورماسيون ولا شي تاطير ولا شي تكوين في البودكاست، نقدروا نغيروا من الساعات ديال الافتتاح ديال مركز زوجنا في مدينه نسلا. عندنا واحد المسابقه، ما هو احسن حول ديال البودكاست، احسن بودكاست، شكون هما الناس الطريقه ديال انتاج البودكاست. دونك غندير واحد المسابقه محليه ولا وطنيه باش نشجعوا الناس اللي كيخلعوا اللي كيكونوا لنا ولا اللي كيعملوا لنا في البودكاست. وفي الاخير بطبيعه الحال اذا كان من الضروره، دونك كان من الضروره والحاجه على ان الناس ولا الشباب هنا يحوا على انهم فورماسيون اخرى في البودكاست. دونك حنا عندنا غير فورماسيون هكا، ولكن الا كان الطلب على ان الناس بغوا فورماسيون اخرى ولا عندنا الشباب بزاف، دونك غنحاولوا نقسموا مع هذا الجروب نديروا تكوين ثاني لصالحهم. اهم حاجه شنو كنطلبوا من الجمعيات ولا من الشباب دونك المشاركين معنا، شنو غير قدروا يعطيونا؟ دونك حنا خصنا نعطيو شي حاجه للمشروع، دونك حتى هما خصهم يعطيونا شي حاجه. دونك اول حاجه هما غادي يساعدونا باش نعمروا الكيستيونير ونلقاو الشباب اللي غيشاركوا معنا في الكيستيونير. الا ما كانش هذا دونك اهم حاجه هي هذه باش نعرفوا كيفاش خصنا نخدموا مع الشباب. ثاني حاجه هو نحدوا الجروب ديال الجروب اللي غنخدموا معاه في الفورماسيون. دونك كاين واحد لي كريتير، كاين واحد المواصفات، دونك خصنا نسبة السن نتجاوز ما بين 18 سنة حتى 25 سنة. كنظن هذا هو السن ديال الشباب ياك، ما غنحس براسي معاكم حتى انا. واحد ضروري واحد المعلومات في اطار قليله ولو قليله جدا في المعلوميات، من المبادئ الاولى للمعلوميات. دونك مايمكنش نخدمو مع شي انسان ولا شي حد اللي ما عندوش شي واحد المبادئ الاولى في المعلوميات. نقدروا نخدمو معاه، ولكن هنا خصنا نديرو معاه واحد نقدروا الاستخاره، كاين معنا الاستخاره كنديرو فورماسيون قبل التكوين الاولي في الاورديناتور يعني في الحاسوب، من بعد عاد نقدروا ندوزو فورماسيون في البودكاست. وبطبيعة الحال دونك خص يكون انسان ديسبونيبل، خص يكون واجد معنا في الوقت اللي غنقدروا نديرو فيه الفورماسيون التكوين، موتيفي ديناميك ومهتم بالبودكاست. بالنسبه للنتائج اللي كان نقدروا ان شاء الله نوصلوا ليها في الاخير ولا في نهايه المشروع، دونك نخلقوا كما قلنا نخلقوا واحد القاعده ديال ميديا كوميونيتير وسوتي بار لي جون في مدينه سالا ومن بعد في مدينه تماره. غندوزو من
ستاتي ديال على اننا كنكونوا دي كونسوماتور كونسوماتور ديال لانفورماسيون على اننا دونك نخيو دي كونتوني ديالنا والمواضيع ديالنا. غنخلقوا واحد ديناميك سوسيال هنا في مدينه في الكاك ديال مدينه زلا. دونك الناس غيبقاو يدخلوا كيجيو كلي باغي يخدموا البودكاست. كاين اللي ما كيعرفش البودكاست ما داش معنا كاع الفورماسيون غير غادي يجون هنايا اللي راهم ديجا داروا الفورماسيون غيعاونوهم تما. عندنا سيدنا اللي كيبقى خدام معاهم في كونتيني يعني باش يدير لهم الفورماسيون. دونك غنخلقوا واحد ديناميك سوسيال هنا في مدينه زلا حول الكاك ديالنا. في نفس الوقت غنشجعوا ديرابيليتي ديال الكاك دونك الاستمراريه ولا الديمومه ديال الكاك. دونك بالنسبه للمركز الاجتماعي دونك عنده واحد الموارد وعنده حتى هو واحد المصاريف. دونك قولوش ان مجموعه من الشباب في السونتر هنايا غيستعملوا الانترنت دونك يساعدوا الاستمراريه واحد المد كيحققوا واحد المداخل اللي كتحقق تقدر تحقق من الاستمراريه ديال السونتر باش ما يتسدش. دونك خصو الفلوس باش يبقى شويه عايش. وبالنسبه للكيستيونير دونك من بين النتائج ديال الكيستيونير على اننا غنقدروا نستغلوها ونخدموا عليها باش نطلبوا مشاريع جديده عند الممول. دونك هذا هو بالنسبه كنا كما قلنا لهم السونداج. وغنخدموا اون بارتي باش حنا نخدموا في المشروع ديالنا وكاينه من ناحيه اخرى دونك غادي نحاولوا باش نقدروا نبداو مشاريع اخرى مع الشباب ان شاء الله مدينه زلا. وفي الاخير ما ننساوش على ان دوك واحد التذكير هذا بالنسبه لجمعيه التنميه. دونك شنو اهداف جمعيه التنميه والعمل ديال جمعيه التنميه؟ دونك بخلاف على ان جمعيه التنميه عندها بورطاج التنميه بوان ا اللي هو لفائده جميع ولا جميع المكونات ديال المجتمع المدني المغربي وكتخدم مع الجمعيات في التكوين ديال الجمعيات. فجمعيه التنميه تقوي دونك رونفورسمون دي كاباسيتي لا سوسيتي سيفيل عن طريق كل المجالات ديال الاستعمالات الوسائل المعلوماتيه الجديده ووسائل التواصل. في نفس الاطار دونك من بين الانشطه ديال المجموعه ديال جمعيه التنميه دونك كتعطي فورماسيون دونك تكوين لفائده الجمعيات في كل المواد المعلوماتيه دونك من بدايه من دونك دو ازل دونك اي حاجه تخص المعلومات والوسائل المعلوماتيه الجديده كدير فيها جمعيه التنميه التكوينات. كتمنح واحد البورطاي بين واحد كيت ويب دونك بحال السيت اللي صالح للجمعيات اللي هو عنده واحد الكيد ديالو وسهل الاستعمال. دونك كاين بعض الجمعيات اللي ديجا خدوا وكيخدموا به دونك سهل في اطار جمعيه. دونك نهار واحد كتلوي عندنا جمعيه عندنا السيت ديالها خدامه به وكتقدر دير به دونك اي حاجه. كتعطي لي زيميل دونك دو زيميل بور لي اسوسياسيون باش يقدروا يخدموا بهم في الاطار ديالها. كتعطي واحد اللوحه الاشهاريه عندها واحد اللوحه الاشهاريه ووصله اشهاريه السيت اللي كيشوفوا عن اكثر من 600 فيزيتور في اليوم. دونك 6000 ولا 6000 في نفس الوقت واحد الريبليك ديال بيبيسيتير دونك اللي باغي يعطي واحد دوفر دومبلوا وبيا انونس ابيل دوفر دوموند ستاج دونك تويتر. وفي نفس الاطار دونك كاين دو سونتر ديال لاكسي كومونيتير مراكز الولوج الاجتماعي واحد السلا ها واحد خدامي فيه ان شاء الله مستقبلا نكون واحد اخر في مدينه تمارا. العلاقه ديالها بالبودكاست دونك كاين واحد الكيد عندنا كيد ديال بريزونطاسيون على البودكاست كومون بودير بودكاست سي كون بودكاست دونك فورماسيون سي بودكاست سي لو ويب ديجا اكزيست في لو سيت ويب بودكاست تنميه بوان ا بلاتفورم اللي كاين واحد القاعده ديال كيفيه انتاج البودكاست وجميع الناس اللي بحال لحد الان انهم كيشاركوا في البودكاست. دونك بداو الناس اللي كيخدموا في البودكاست عندنا الاسماء ديالهم واحد القاعده ديالهم. دونك كنظموا ورشات في التكوين في اطار البودكاست كومبان دو موبيليزاسيون ولابوراتوار دونك في السونتر ديالنا. تميز دونك تشكرات من التلميذ الاوليه وكيلا دي اس وكيلا التنميه الاجتماعيه شركه جينيسي جينيسي شركه سان ميكرو سيستم شركه انتي دي اس ماروك لي اسوسياسيون دو سالي لي جين دو سالي. وشكرا.